أنت رأيتها وأنا رأيتها، فماذا عن شاهد عيان تابع معنا البطولة من قلب الحدث وأكيد بتكوينه الثقافي له رؤية مختلفة؟ الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن والإعلام الكبير، كان شاهدا على هذا الحدث. مساء الخير يا أستاذ محمود. أهلا، مساء الخير يا أستاذ إبراهيم، مساء الخير يا باشمهندس عادل. والله وحشتنا. والله انت اكتر، والله وحشتنا. وانت الوحيد اللي عارف ينقل الصالون من الاوضه عندي للوبي تحت، لان الناس كانت تشوفك كله يعني عايز يظهر معاك ويسمع كلامك القيم يعني. طب احنا سمعنا كلامك بس الجمهور ما سمعوهوش يا استاذ محمود، شفت البطوله ازاي؟ البطوله طبعا الاول خلينا نحيي يستحق التحيه وهو جمهور الاهلي او جمهور المصري في الامارات اللي جه من كل الامارات السبعه عشان يكون ورا الفريق بصوره مبهره وبصوره كبيره. الاستاد في الماتش الاخير كمان في الهلال كان الاستاد تقريبا مليان جماهير اهلاويه، رغم الناس كانت محبطه من ماتش بالميراث، لكن هكذا جمهور الاهلي لا يترك فريقه حتى في اصعب اللحظات. وكان الناس متوقعه ان حتى يكون زي مباراة بالمراس النص بالنص مع جماهير الهلال، لكن الأغلبية كانت يعني 80 أو 90% من الاستاد كانوا أهلوية. وحضرتك شفت الناس برا الاستاد اللي جاي من دبي واللي جاي من عجمان واللي جاي من الشرق واللي جاي من راس الخيمة من كل الإمارات والعين، جايين قاطعين يعني مئات الكيلو مترات لتشجيع فريقهم اللي استمر طوال الوقت، لم يتوقف تشجيع وحماس وإصرار على مساندة الفريق ومساندة اللعيبة. الأمر الثاني كان للتنظيم اللي حصل سواء من اللجنة المنظمة الإماراتية أو من فيفا. البطولة كانت على أعلى مستوى سواء في التنظيم أو في كل الأمور اللوجستية، وده أمر يشكر عليه يعني أو يتم توجيه الشكر للإمارات الشعب وكل المسؤولين هناك، لأن الحفاوة والاستقبال وكل مكان حتى في سواء وإحنا أو الأهلي فايز أو الأهلي مهزوم بتلاقي دايما جماهير الإمارات يعني تعاطفها كبير مع المصريين. طبعا ما نقدرش ننكر إن الأهلي قلعة بيستطيع أن يشرف الكرة المصرية في أي مكان بيروح فيه بحسن إدارته وبحسن نظامه وبلاعبته الملتزمة سلوكيا والممتعة كرويا. فده أمر من أول ما الفريق سافر من هنا ولابسين بدل شيك موحدة، الفريق هناك ملتزم، لعيبة تقريبا ما بتخرجش عشان الكورونا، ما الحمد لله ان ما كانش فيه ولا حاله كورونا في طوال البطوله، ده دليل على الالتزام الكامل والروح والمتعه اللي احنا شفناها، وطبعا خاصه في المباراه الاخيره والمباراه الاولى ايضا مع المكسيك والشوط الثاني في مباراه بالميراس البرازيل. حقيقي الاهلي بيفخر او بيتشرف اي مصري بهذا الكيان الكبير اللي بيقدر يضيف البسمة ويضيف المتعة لكل مصري في كل بقاع الأرض. هل نقدر نقول يا محمود بيه إن الأهلي يعني أنجز وأمتع في نفس الوقت؟ طبعا البطولة في مجملها في ظل الظروف اللي تعرض ليها الأهلي غير اللعيبة الدولية اللي هم حوالي 9 بالإضافة للاعبين المصابين، وصعب كان باين فعلا التعب على بعض اللاعبين بالاضافه للاصابات. انت عندك بدر بنون، عندك الشناوي، عندك اكرم توفيق، عندك بيرسيتاو، يعني عمار في اخر لحظه، عمار، حسام حسن، يعني انت عندك كان عندك فريق اصابات، ده غير اللعيبه بتوع المنتخب اللي جم متاخر وجم تعبانين، حمدي فتحي، ايمن اشرف، محمد شريف، السولية، كل دول يعني كانوا طبعا بيمثلوا في المباراة الأولى بيمثلوا نقص كبير، ومع ذلك الأهلي
شفنا محمد مغربي بأدائه، كان نفسنا نشوف زياد طارق لكن ممكن الظروف ما ساعدتش. شفنا حتى اللاعبين الكبار، وانا بحيي من خلالكم النجم الكبير وليد سليمان. يعني وليد في الدقائق البسيطه اللي لعب فيها كان مثال للروح والرجوله والمهاره والخطوره وقيادته للاعبين. فاحنا حتى كلنا زعلانين ان هو يعني اعلن اعتزاله نهايه الموسم، لكنها سنه الحياه، وان شاء الله حتى نهايه الموسم يمتعنا كمان وكمان كما عودنا. استاذ محمود، هل في الامكان كان يمكن افضل مما كان؟ طبعا كان ممكن لو كانت الظروف افضل، لو دي ممكن، وانتم حضراتكم يعني خبراء في الكوره، ممكن دي كانت افضل طريق للاهلي في بطوله كاس العالم للانديه. وزاد من بالمراد احنا كاسبينه الماتش اللي فات، وحتى المدرب نفسه مدرب الاهلي موسيماني قال ان هو اداهم اكبر من حجمهم، لكن الظروف زي ما قلت لحضرتك في الاول، الاصابات واللعيبه الدوليه اللي جت متاخره وجت مرهقه اثرت. لكن انا رايي لو كان الفريق رايح واخد راحته والفريق بشكل كامل واللعيبه كلها موجوده والاستعدادات كبيره، يعني المدرب ممكن موسيماني في مره قال انه بقى له شهرين في لعيبه الدوريه ما شافهاش. طبعا صعوبه جامده يعني. طبعا احنا بنتكلم كمان على اللعيبه الدوليه اللي هم المصريين بس، احنا كمان كان عندنا يعني ديانج برضو راجع اكيد تعبان، وعلي معلول برضو اكيد راجع تعبان، رغم ان هم كانوا مؤثرين في الفريق، لكن طبعا الاهلي دايما ينتظر منهم اكثر من ذلك. فكان الطريق ممهد، وانا رايي ان احنا بس باستثناء الشوط الاول في مباراه بالمراس كان الاداء هايل. لو الشوط الاول يعني اديناه بشكل افضل بروح هجوميه ما انكمشناش ورجعنا لورا، كان فرق معانا كتير، وقدرنا ان احنا طبعا بالاضافه للاخطاء القاتله لنجم الاهلي ايمن اشرف، احيانا بتبقى فيه لعيبه يعني الارهاق برضه مسؤول عنها. يعني خلي بالك فيه من الصدف اللطيفه ان ياسر ابراهيم هو نجم مباراه الهلال، صحيح، نجم بالهدفين ونجم ان هو كان السبب في طرد لاعب الهلال الاول، صحيح، هي الكره كده. لاعب الهلال الثاني ايمن اشرف كان العكس في مباراه بالمراس، هو كان سبب في الجونين والطرد يعني، صحيح مفارقه، الظاهر هم بيعوضوا مع بعض.